اللقاء مع الرئيس الأسد كان إيجابيا جدا، وناقشنا الأوضاع الدولية والجهود الرامية لوضع حد للنظام العالمي الأحادي القطب والهيمنة الأمريكية على العالم. كل التفاصيل حول ما يحدث في منطقتنا، وأبدينا لسيادته اهتماما بأن يشارك رجال القانون والمحققين السوريين في المحكمة الجنائية المزمع إقامتها للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في منطقتنا. نأمل أن نعمل مستقبلا على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين والمزيد من الزيارات المثمرة والبناءة. هناك الكثير من التشابه بين أوضاع سوريا وجمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك لأن أوكرانيا تستخدم الإرهابيين لترويع المدنيين، حيث يستمر القصف على المدارس والمشافي والبنية التحتية الخدمية لإثارة الخوف والرعب بين المدنيين، إضافة إلى أن أوكرانيا ممولة من دول الناتو وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وتصدر هذه الدول الأسلحة والمرتزقة. لذلك نحن وسوريا في معركة واحدة ضد من تدعمهم أمريكا والغرب.